مشاهدينا أهلا بكم ومرحبا في عدد جديد من برنامجكم حباب ربي. اليوم من كثرة هول الكارثة الإنسانية اللي جينا لها من صدمة اللي رانا فيها، السيدة فيزياء تقرتي ضيفتنا النهار اليوم لم تتمالك نفسها، بدليل أنه عدة مرات تروح تنهار وتعاود تولي، عدة مرات تبكي وما تشدش وتغادر المنزل وحنا نعود نرجعوها، انهارت يعني في شكل يقطع القلوب، والآن انفردت مع هاد الأطفال وأنا بصعوبة قدرت نهدر معاها ونرحب بها على الأقل ونهدئها شوية، لأنه متأكدة أنه أول مرة تشوف حالة كما هذه. مرحبا بك سيدتي. مساء الخير عليكم. مش تحبي نقول لك عايشة؟ شوفي كاين شي ناس اللي يقول لك بلي مناش ملاح، مناش عايشين مليح، يكرهوا يحبوا يخرجوا، كاين اللي يحبوا يروحوا للسويسيد، كاين اللي يحبوا يهملوا، كاين اللي يحرقوا. بصح انا اليوم كي جيت لهذا الموقع ما نكذبش عليك تاثرت بزاف. الو انا نقول للناس اللي لاباس بهم ما خصهم والو، اروحوا تشوفوا الناس اللي قل منكم، وهذيك الابتسامه برك، هذيك الضحكه، هذيك الضحكه على وجوههم، ويزيدوا يجوا ويرحبوا بيك. أنه ماشي سهل، رغم ذلك فنانتنا راهي تحاول تبتسم مع الأطفال، راهي تحاول تمدهم طاقة إيجابية، تزرع فيهم الأمل والابتسامة. خليك قوية دائما، لأنه مازال ما شفتي والو، تأكدي أنه وش حتشوفي راح يكون أكبر وأعظم. وأنتم كذلك مشاهدين، ندعيكم أنه أول حاجة تدعيوا لهذه العائلة وكل الناس اللي تعيش مثل هذه الظروف. عندنا كذلك ضيوف، نخلي سيدتي فيزياء مع الأطفال نعاونوا ليها فقط، ارتاحي نفسي شويه هنا نقي، هو نظيف ونقي. عندنا ضيفاي، عبد الرزاق تفضلوا معنا، اسمحوا لي شفتوها، تفضل خويا. شفتوا انه السيده انهارت، فيزياء اليوم انهارت باتم معنى الكلمه. نرحب بكم، شكرا على تلبيتكم دعوتنا وشكرا لكم معنا اليوم. الله يسلمك، ميرسي بوكو. شغل تاع صح مش قادر نهضر والله، شغل كون نقدر نحكي لك دروك، شغل انا في اكتوبر سيت شغل سيت نحرق، راكي فاهم؟ اي انا سيت نحرق في اكتوبر، راكي فهمتني؟ شغل كي راني شايف هذه الحاله دروك، شغل دروك اللي لاي بروحي انا سيت نحرق، راكي فهمتني؟ شغل قولي صايب، شغل دراري صغار، شغل اللي يضحكوا. شوفي مساكين كل يجوا لا يشوفوا كيف عايشين وكيف ونورمال ويضحكوا عادي وشغل. اقسم بالله بون. السلام عليكم خوتي. الحاجه الاولى اللي نهضر، الحمد لله الحمد لله الانسان لو عايش راه عنده وين يرقد، عنده واش ياكل، عنده. شوفي ناس كيما هكا جو سي با تنسى حياتك، ما تقدرش واش تهضري واش تقولي، ما اناش عارفين. تقدري تقولي حنا رانا بالنسبه للحياه اللي انا نشوفوها رانا عايشينها ونقولوا توجور مضرورين دايرين، تشوفوا هذو الناس تقول تقدر تقول الانسان راك عايش بيان بارابور لهذو الناس. تسمى الانسان يحمد ربي على النعمه اللي عطاها له، وكيما نقولوا كي نشوفوا هذو الناس ما ننساوش على الانسان يدي عبره في الحياه باللي يعيش بالحاجه اللي كتبها له الله، باسكو كاين الناس اللي تحتهم مش قادرين بالك ياكلوا، مش قادرين ميم با يرقدوا. تجي تشوفي حالك كيما انا واحد من الناس، سمحوا لي ما قدرتش والله فريمون قلبك يتقطع. ربي يفرج عليهم ان شاء الله. وقلت لكم انه برنامجنا ليس فقط للمؤثرين والفنانين، برنامجنا هو برنامج كل الجزائريين، لذلك شرفتنا كذلك اليوم رفيقه بحضورها جالسه تعيش معنا جزء من يومياتنا، كيفاش نروحوا في رمضان صايمين نقطعوا مسافات طويله باش فقط نجو نفرحوا هذا البراء ان شاء الله. رفيقه مرحبا بك. مرحبا بكم. والله فريمون جو سوي شوكي، يعني شوفي قد ما تقولي انا شايفين اني شايفه، باسكو موفا نتعامل مع الجمعيات وموفا نحن كيما جمعيات موفا نتعامل معاهم ونشوفهم وين يروحوا، بكل حاله اللي راني نشوفها نقول زعما ما كاش تحتها، مي اشاك فوا تنسيك اي حاله اللي راني نشوفها تنسيك في الحاله اللي شتيها من قبل وهي رايحه، شغل لاكي من الفوق وتجي تحبطي حتى للتحت، رانا في الموا
صح رانا في الموا. على كل حال مرحبا بكم كامل. وقبل ما ندخل الدار سيدتي حبيت نقول فقط كان عندك الحق كي قلتي في المقدمه تاعك كاين ناس يروحوا الانتحار ويروحوا الحرقه وامامنا هذا الشاب الجزائري قال لك كنت رايح نحرق لذلك انا ربما كلنا حين شاطروك ونوافق رايك. واش نقول لك احنا لازم ما نكذبش عليك كمجتمع جزائري لازم نشوفوا الناس اللي تحت منا ماشي اللي فوق منا. بالك نقولوا احنا مانيش مهنيين عندنا كلش بالك خصنا حاجه بالك ربي نحنا نحنا في صحتنا بالك بصح كاين نقول لك حاجه هكذا كيما انا نشوفوا هنا وانا حاضرين مع هاد الناس انا نشوفوا يعني شوفي كيفاش عايشين ولاباس بهم وحمدين ربي وشاكرين وما همش يشتكوا واحنا اللي عندنا كلش وما بخصنا والو ونهار كامل لا لا ما عندناش زهر ما عندناش هادي ربي يجيب ساعه الخير. اذا سافاري حتي قادرة تدخلي معنا للدار؟ نعم يلا تفضلي معنا. إذا المشاهدين هكذا ندخلوا نكتشفوا الدار مع بعض. لهادي تجي معنا ماما ولا طحماطاطا فيزياء طحماطاطا أنا ندي آية وحنا طحماطاطا رفيقة وعبد الرزاق أخويا عبدوس يروحوا يجيبوا القفة وين؟ يروحوا يجيبوا القفة فوالا احنا ندخلوا لو طون يلحقوا. هيا آية تجي معايا ماما طحماطاطا ولا معايا؟ طحي ماطاطا هيا راحي ماطاطا اليوم راحي حبيبتي فوالا هيا ندخلوا ربما اول حاجه تشوفوا مسكينه انه سروالها مقطع ولابسه سروال تحت سروال تحت سروال لانه هنايا منطقه جبليه ومنطقه نائيه جدا دونك البرد بزاف عليهم وراح نكتشفوا مع بعض الدار على بركه الله. شوفوا قبل ما تدخلوا مشاهدينا حبيت نقول لكم تمالكوا انفسكم لانه هذا ماشي مامبا منزل هذا شبه منزل وتخيلوا انه هذه العائله ربي استرهم من الموت لانه وهما داخل الدار انهار عليهم كامل دونك التراب كامل راب عليهم لطف ربي سبحانه والحمد لله سلكوا من الموت معجزه. تفضلوا ندخلوا بسم الله بسم الله. السلام عليكم صحة رمضانكم. السلام عليكم. واو كارثة بأتم معنى الكلمة. واو 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 كارثة بأتم معنى الكلمة. واو 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 هذه وقت صارت لكم هكذا ما تفكيش اختي ما تفكيش اختي اقعدي مشتي كمسكينه تنوض هي باش حنا نقعدوا اقعدي باش حنا ما نقعدوا في الارض واش عليك اختي العزيزه شوفي خياتك كيما راهم دايرين الله يسلمك اختي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله قضاء وقدر سبحان الله. قلنا انه شوفوا خويا الدار طاحت عليكم نهار الشتاء نهار الشتاء اللي طاحت هذه مؤخرا بدات صحات صافي دو جو الشتاء. ايه انا كنت راقد هنايا مع الدراري هذوك ومن بعد كي شفتها جايه عاود دنيتهم بجيبه هربت بجيبه ومن بعد هبطتهم عند الجوارين قعدت فيها هنا وحدي. هي طاحت حول ولا قوة الا بالله ما كملت خليك منه هكذا. ايه وكيفاش درتهم بعد؟ لا لا هربتهم عند الجوارين انا قعدت هنا مزيان في الطن كانوا راقدين إيه. خويا كيفاش؟ ايه مع جوية 12 الوحدة تاع الليل هكذاك تحت قعدت حول ولا قوة الا بالله ريحة التراب لازم نخرجهم ماكانش كيف على بالها والمشكل اذا كيما انا عمركم الاحذيه تاعكم تلصق في الطين إيه. او مازال ما نشفش مازال إيه. ما حبيتش نخرب فيه مازال والماء معايا سيل مازال خليته هكذاك حول ولا قوه الا بالله معاك تباتوا هكذا يلا درك رانا هكذا بهذه الريحه وهذه كاع ودراري مساكن وانتي انتي ما شتيش انا هذا شوفي نشوف هذا راني نشوف رايب كاع رايب حيطيح حتى هذا خويا طاح عليك يطيح او يطيح شوفوا راه يتفتت شكون عبد الرزاق تجي انت طويله عليا شوف لو كان يجي مس عبد الرزاق يطيح علينا ديريكتوم افالا يطيح يعني راهو شد يطيح راهو شد على الشعره
خويا راكم في خطر محدق، راكم في خطر بعيد الشر، لا قدر الله في اي لحظه تقدروا تكونوا في عداد الموتى لا قدر الله. لذلك انا نقول له بلي هذه الحاله مدام فيزياء ما حملتش، دونك انا نقول انه هذه الحاله فريمون والله صح صح فرانشمون صح مؤثره بزاف. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله اكبر الله اكبر. انا ما رانيش مامنه في اي لحظه قادرين يموتوا هاد العائله، ممكن تعيشوا هنا في هاد المنطقه ولاد عيشه هادوما، رجاء لازم تجيو ليهم لانه في اي لحظه يقدروا يموتوا. شوفوا الاب يبكي ما عندوش واش يدير الا انه يهرب ولادو، ما عندوش خيار اخر. شوفوا الام تبكي مسكينه، يعني عباكم انا ما قدرناش كامل. زاكي نخليك مع مدام رفيقة ومع عبد الرزاق، نروح نشوفو فيزياء. المشكل أنه الحالة أصلها تبكي وتقطع القلب، نزيدو نشوفو مدام فيزياء في هاد الحالة قلوبنا تتقطع أكثر. تعرفوا علاش؟ لأنه ماشي سهل واحد يعيش هاد الظروف، ماشي سهل واحد يكون مهدد بالموت في أي لحظة. بالك يطيحي ماما، بالك يطيحي. هم قاعد جاو ليك الفيزياء، شوف هم قاعد جاو ليك ربي يرجع آمين إن شاء الله. هذا مكتوب، هذا مكتوب الله إن شاء الله يا ربي. عاونونا وانتم واقفين معنا ما نخافش. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرج عليكم وتشوفوا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله فضلكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله انت صبرتي وان شاء الله تنالي. امين ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. معليش نخلو فيزياء تريح، على بالي نحس بها مانيش حابه نزيد عليها اكثر، حساسه بزاف. فيزياء نخليك تريحي شويه، عاودي ولي لينا. ارواح ماما الهادي، ارواح رفيقه ما قدرتش ما قدرتش. عبد الرزاق ارواح خويا احكي لي كشاب جزائري، انت اللي كنت خديت قوارب الموت باش تروح من الجزائر، تخيل كيفاش انه اليوم تشوف عائله، شوف خوك وكذا. ليك شاب شحال في عمرك؟ 36 سنه. 36 سنه اطفال اختي تفضلي معنا. كي تشوف هكذا عبد الرزاق ولا خويا عبدوس ولا قولوا لي شغل فري فري نتاسف والله في حاله هذيك، شغل دي الحاله فري لازم يجوا ليها في اقرب وقت ممكن. كيما دروك راني نشوف فيها عايشين وكامل حاجه. ربي معاك. كاينه حاجه غدوخ الريحه، واحد الريحه انا عندي اون اليرجي، مانيش حاملتها يعني. بالك دوك جيت ودوك نعاود نروح، هما راهم عايشين فيها الطين، واحد الريحه كلش كلش. والريحه هذه سورتو هذا الريحه تاع التراب هذا والطين، وزيدي هذا الكصب راهو غامل، الكصب وغامل خلاص صوف الكصب هذايا انكرويابل. ما تبكيش بسي بتبكي، بس ماشي تبكي من اجلي انا، من اجل الصغار. ولادي دائما شغل مراض، دائما تروح تيجي عندهم الحب في زوج هذيك هذيك منه من شعر قلبك والله كاش كيف. ما تبكيش خويا العزيز ما تبكيش. ديجا هذا حكمو ميكروب ما قدرش بانديه، ما كاش خليته حتى برا واحد واحد كانت خرجت له هنا. شوفوا دموع عبدو، شوفوا دموع عبد الرزاق، شوفوا دموع رفيقه، شوفوا دموع فيزياء، شوفوا دموع الاب ولا شوفوا دموع الام ولا شوفوا هاد الابناء اللي يشوفوا فينا بنظره امل، حنا ليسبواغ تاعهم. واسمك حبيبتي؟ ارواحي ماما حنان. حنان وربي ان شاء الله يحنن قلوب كل الجزائريين على هاد العائله. كي طحت عليكم الدار كيفاش صرا لكم؟ واش حسيتي ماما؟ قولي نحكي لماما كيفاش صرات لك؟ حسيت بالخوف. كيفاش طنتي؟ كيفاش حتى فطنتي؟ نودك باباك ولا كيفاش طنتي؟ نودني بابا. ايه وكي شفتي هكذاك؟ قالت لنا مت بالخوف، واش قلتي لي؟
شحال في عمرك؟ 10 سنين. سنة خمسة. سنة ثالثة. سنة ثالثة. علاش ماما؟ تري سكت. كلي على نقرا كلي. ربي يحفظهم لك ان شاء الله يا رب. ربي يحفظهم لك ان شاء الله. ولي كل بعيد عليهم. كي طيح حتى ما تروح كي طيح حتى ما يروحوش تفوت هالكار خلاص يجي لهم غادي تفوت الغرسه قاعد كيف دخلتوا وين قدروا ومن بعد بيس هذه صح تي ثم خلاص اذا فات هالكار هذيك قعدت ونهار الريح حتى مخليهاش تروح خويا تخدم نخدم كي تبان لي نهار يومي على بالك بلي قلبك مهمرك على شعره أنا نتبعك هكذا نبكي لأنه أكيد يحس بخاوته لأنه هو زوالي وعيش الظروف أكيد كل عائلة اللي جزوا معنا يقطع القلب دونك شي سهل وما مسهل شي سهل والله خويا ربي معاك ما تبكيش ودير صافي ربي سبحانه تبكي بالسبب حسيتك بزاف موجوع بزاف راك موجوع اول مره ربما نشوف اب هكذا محروق القلب اول مره اروح يبكي 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 على دارو اللي ما كاش يبكي على اولادو اللي مرضى ما كاش فاش يداويهم ولا يبكي على ما كاش كبروا لك في ذي الحالة يكبر لك واحد كيما هذا في ذي الحالة احنا خلاص ضعنا معليش راح التالي احنا نقول انا ماني قاطع لي بصح بروبليم فيها ان شاء الله ما ضاعتش بربي ان شاء الله مازال الخير لقدام خويا ومازال تزيد تفرح ومازال تفرح بالدراري ان شاء الله ما ناش حين نخلوك والله ما نخلوك حياتك عاود ملي كبرت هنا تربيت قريت زوجتك هنا وني ساكنه ما تعمرش راسك دوك نسيو نعاونك باش اللي نقدروا عليه حنا كي جينا لهنا ما جيناش في باطل والله هي على بالنا باللي هنا في الجزائر ما كاش غير انت في هذه الحاله كاين بزاف فاهم على بالنا عندي الوقت لبغاني معلق بالشغال هنا لازم 6 ونص نكون صافي بليز نشوف لازم نشوف لا صافي بليز جوستومون هات برك نقدروا نعاونوكم تبارك نقدروا نلحقوا صوتكم صح فرنسي ندير ليلي يا با شغل ماشي نعاون باش اللي نقدر عليه والله الناس شلافه الناس اللي تشوفينا كاع ماذا بهم تعاونوا هذوليك ماشي غير شلافو كاع الجزائر كاع شوف الجزائر وي سي فري بصح هاد الحاله راه هنا راه في شلف مادام ما هنا في شلف انا نطلب من شلافه انا نعرف شلافه كراما نعرف شلافه حلال نعرف الرجال ان شاء الله ولا ان شاء نعرفهم يعني هنا ما فنجينا ونعرفهم سي فو بلي الله يعطيكم نتمنوا شوفوا لهاد الحاله منو ماهوش خدام ما عنده باش يوكلهم باش يشربهم ولا باش يبيتهم ولا ماشي ولا المراه تاعو اللي ما على بالهاش لا تروح ولا تجي ولا تقعد ولا كيفاش دلهم ولا تصبر روحها ولا تصبر راجلها ولا تصبر ولادها قال لك وليدي كان عنده ميكروب برا وحده والله ما عيط الفيزياء تاعي جاي برا وحده ميكروب وليدو كان عنده ميكروب برا وحده من الصباح راه تقول لي يا بابا بابا هذا راه جديد هذا الميكروب يا خويا العزيز وين راك عايش على بالك انك عايش اخويا هذيك اروح انا ربما عندك فحله ثاني كي واقفه معك بزاف والله غير بزاف شكون المره اللي تقدر تصبر عليك انت هنا في البلد اينو نعرف احنا وانت راجل قاسمين هكذا وخلاص هم في بيناتنا اختي قسمين لهم كيف وكين نروح نخلي ولادي وين نروح 21 سنة كيف قسمو بالله نقول كيف شتمان وبدو في الصيف ما نردو وفي الصيف تجينا تقولي راه كيف قسمين لهم 21 سنة قال لكم 21 سنة وهو يعرفها
من 2000 نعرفها في 12 زوج لا بوتا 12 قريبه قريب طريت زوجنا راه يعني 9 سنين زواج وتعرفها عندك 21 سنه قاسمين مقاسمين الهم يعني 21 سنه تعرف كلش عليك وتعرف عليها كلش وقبلت بها والو ما فيهاش طراسي وملي عرفتك انت هكذا 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 بكاين شي ناس نعرف نعقلهم في ذاك الوقت ديزاني 6 يقولوا لا الله يقويك تروحي تعيشي فيها وكذا وقواك ربك ايه كي اللي زوج تراه هنا وهذيك اللي قالت وراي في راسي مازال هالدور مزوج تراه اللي عايرتها بهذا الشهر جات للشهر عروسه وراي هنا في الشهر كما تدين تود ويا شريده يا انا شوف حق الرب الخلق قاعد بلا ما كلمت انا من بكري ايه لا يا غاتي اون هيستوار دامو نحب نحب انسان نحب انسان شلون يهدر وحده الهضره انت تبعوه ما تربحوش عيب تبعوه حتى تلقى انت هو في هذيك الحاله اللي كان يعاير فيك بها تلقاه فيها عايرك بزاف بزاف عايرك بزاف هنا وسمعنا الكلام قالي يا ربي يحفظهم الله يهديهم ماذا بأمل احنا هنا بيناتنا شكون اللي ما يحبش يعيش لا باس قسم بالله غير فري راجل فري ليزو والله صح الكلمه هذه تاع ربي يحفظهم ما قري هما شغل شغل تشاوك ولحقوك والاخر انت شغل ما سمعت العين ما شافتش والقلب ما وجعش صح المشكل انت وكاين واحد يسيرنا سبحان الله سعيد ربي يا ربي انا بالك كما راكم تشوف يا قاش الله يبارك ما شاء الله احنا شكون راه داير في الساعه الليله تقوم ولا من بعد على 4 ساعه ولا 5 ساعه خويا صح كاين انت قلت العين ما تشوف واش عاود لي واش قلت انت العين ما تشوف العين ما شافت والقلب ما وجع المشكل انت عينك شافت وقلبك وجع راهي ثما منينك تجيب هذه القناعه والصبر هذا ربي سبحان ربي انا شغل كي نفكرها كان بقى نفكر نقول انا كاين عباد الحق قالوا لي يا عبد القادر كون انا جينا في بلاصتك ورانا تحرنا ولا كره في ديكابتي ونروح ما عاودش نولي كامل ما كاينش من عرفني لا هبطت ولا طلعت ولا درت ولا وهادي علاه انت كي تروح وهذا وهذيك امه يا كلينا التراب رانا ناكلو التراب كلينا مرسو كسرنا ناكلو كاك كاين وين انا نرقد ديجا هذه السمانه كامل الله ما رقدت من ذيك الليله خايف يزيد طاح لك الدار مازال ما رقدتش نرقد هكا في النهار المشكل ايه خويا عبد القادر المشكل ما عندك لا كوزينه لا حصل دوبا انا نطيب والو ما فيهاش ما كاش والو والو هذو كان عندهم ما دوش نديهم عندهم ما يدوش شحال ما دوشوش يعني يضربوه بالسمانه 15 يوم دوش له الصباح يتوسخ العشية ماكش يلعبوا ترى هما لازم يلعب أنا المهم يلعب ماكش اللي يقولوا شك يا خويا كي طحت عليك الدار جابك أنا كنت شكون يسمع بيا على بالهم اللي كاين خونا كاين على شوف جات عندي لجنة كشافوني كاين اللي بكى بالدموع ويقول لك ساهل ساهل هاك مريق إن شاء الله اش ساهل راني شاد في الساهل بإذن الله خلاص تتريري يا انا اللي خايفه واش الساهل هذا حتى بعيد الشر ربي دي امانتو حتى توقع الكارثه وقتاش هاد الساهل امانتو عادي المشكل احنا نروحو نلقاو ربي خير حنا لانه بلي الانسان يسيبو لنا ما كتبه الله ولا لا غير هكذا حنا ربي هذا ابتلاء من عند ربي سبحانه الانسان يبدو بصح ما بانيش انا السلطات يتحركوا ناس يتحركوا الناس المؤمنين يتحركوا جو سي با اون دوا فير كيك شوز فيزياء كلمه فيزياء مش قادر تهدر هو راه يضحك هو يصبر فيك Je trouve pas. 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 Je trouve pas.
Je m'adresse à tout le monde. Les gens de Chlef. À la belle belle Nes Chlef Korama. À la belle Korama. Kain Nes Lila Besbe. شويه انا نمت شويه والناس كامل اللي راهي في هاد الحاله كامل يسكنوا انا جو تروف انا مانيش قادره دوك انا ما نقدرش دوك انا صايمه ما نقدرش نفطر ما نكذبش عليكم نشوف حاله كيما هادي شغل انا نفطر كاين ناس ما مش ياكلوا واش نقول تبقي انك حتشوفي في يوم من الايام حال كنت نشوف حالات ما نكذبش عليك كنت نشوف حالات مي حالك هذه قلت لك تشوفي حاله قد ما تزيدي تشوفي حاله تقولي هذه الاخرى صافي تزيدي تشوفي كا حاله اكثر واكثر 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 بزاف بزاف زياده بزاف حنا دوك نجيو نروحوا صافي ما بالكم انا مقعدين هنا نقدر نقول لك انا كممثله مثلت كنت نمثل غير الرفاهيه قلت لهم واحد النهار قلت لهم عطوني دور نكون فيه فريمون ما كانش بصح كي شفت هذه الحاله هكذا مادابيا نمثل ونكون في نكون في بلاصه هذه المره باسكو على بالك واش نقول لك اني حاسه بهم حسيت بيه تقدر تكون هاد العائلة ربما منطلق جديد لمسيرتك الفنية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون فيزياء واحدة أخرى خلاص الأدوار رفاهية أنا الأدوار ماشي أنا اللي نختارهم وأنا قالوا لي واش من الدور اللي مادا بيك تمثليه قلت لهم المتشردة ولا ناس اللي ما عندهمش كي جيتي عندهم جيت وشفت يعني متأكدة أن رسالتك من خلال الدور راح تلعبيه أكيد راح تلحق لانه عشتيه صح نقدر نقولها ما نقدرش نقول لك شغل خلاص شغل دوك كي نخرج او سيناريو في راسي انا نتمنى لك كل التوفيق ونتمنى لهاد العائله الفرج القريب يا رب ان شاء الله انا خويا العزيز في كل مره عبدوس راك في حاله انا في كل مره نقول لازم نوري ولازم نوريه لانه لو كان احنا ما نشوفوكمش من خلالنا انت ينساو ديجا اصلا راك منسي قالت مدام فيزياء رمضان واحد صايم ما نقدرش ناكل الله ما عندهمش واش ياكلوا كيفاش راك كنتي زعما الفريجيدار نقدروا نشوفوا الفريجيدار دار الرحمه الزبوط يجيبوا لكم دار الرحمه ايه اللي قرب ليكم يعاونونا بالشيء اللي يقدروا ما يقدروش يتخلوا عليه شفتيش رفيقه انا عايشه وحده في راس نتا يلا راني نشوف ما كاش جيران اصلا بعاد الجيران هنا كاين وليد عمي ما كاش شفت جيران صح بعاد شويه ما مش قرب اي شفت بلي ما مش قرب يعني والله كملي رفيقه وراني مع المشاهد تفضلي نشوفوا فقط ربي لو عطيكم واحد الرحمه فيزياء جي معايا وربي شاهد وانتي شاهدة انه جينا مباشرة ظهر هذا رمضان هذا هو رمضان خويا هادو متاع دار الرحمة شوف انا نقول لك حاجة نعرفوا هاد الباطة لانه احنا كفريق حباب ربي كي نكملوا من عندكم انت والعائلات اللي جزنا ليهم دايما نروحوا لديور الرحمة عند عابر سبيل دونك ينشوفوهم رافدين كم من هاد البوانت لذلك من دار الرحمة هذا هو فطورهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يعجز اللسان عن التعبير يعجز اللسان عن التعبير بحق شوفوا لنا هذا المشهد تاع الانهيار يكبر لك واحد كيما هذا في ذي الحال احنا خلاص ضعنا معليش راح التالي احنا نقول انا ماني قاطع لي بصح بروبليم فيها اذا مشاهدينا كما كنتوا تشوفوا ربما معنا هذيك المشاهد انا اليوم استخلصت انه
عبد الرزاق شكرا جبت لنا لي كوش تاع يونيفورم. وعندنا بعد قليل نقول خويا ياسين فقط يديهم عندنا واحد العجوزه مريضه هنا باش يدوا لها نزيدوا لها لي كوش دونك هادو ما دخلهم بعدها نزيدوا واحد الحاجه مسكينه مريضه نزيدوا لها لي كوش دونك نشكروا شركه يونيفورم. قلت لكم انه في كل مره نعرف انه العبء والمسؤوليه ثقيله علينا ثقيله على برنامج حباب ربي برنامج الزوالي. اليوم كي سمعت خويا عبد القادر روح خويا عبد القادر كي سمعت خويا عبد القادر يقول كي نشوف التلفزيون نبكي معاهم هذاك خطات لي قلبي خويا عبد القادر هو طيب زدت كملت علينا اليوم خويا عبدوس. شو سمين الاخت عائشه كيما يقول لك دمعه الراجل غاليه ماشي سهله باش تطيح الدمعه. انا شفتك كيما هكا ما تقدريش ميم با تريحي الدخل ما طقش نفسي ميم با ما كاش من يرقدوا ماكله وتشوفيه قانع خصو انتما ولاد شلف فوالا فوالا في شلف وما شفتش حالك فوالا هذه الحاجه الاولى. ثانيا كاين ناس تشوفي بالك الطفل الصغير هذاك لابس سروال مقطع صوالح نشوف للناس الناس هذيك اللي تصور المائدة تاع رمضان تبذر تقاسبي يشوفوا الحالات كيما هكا هذو الناس تسحق صح الخير ونقولوا اللي يدير الخير في الدنيا ربي يفرج عليه في الاخر. هذا خونا كيما يقول لك شوي 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 ونعاونوه مش احنا رانا نقولوا هذا كي جينا ليه السما رانا راح نغيروه من الاسوء للاحسن كيما يقول لك الواحد. كنت نسمع واحد المثل اللي يقول باللي حي هو ميت تسمى هذا راني نشوف هذا تجسيد لهذاك المثل اللي نشوف فيه تا انسان حي هو ميت. فيزياء راهي تكتشف على بالك هذاك وشنو مدام فيزياء هنا ميطيبو هنا ميطيبو على جال الشتاء كانت تطيب هاي ليك ديجا الفحم ما كان شاعل ها وكي تشمخ ما كان كيفاش. شوفي شوفي ها لي باسكيت ديرتهم يتشمخوا هنايا هنا طيب المراه طيب هنا طيب هادو باينين بلي درتوه باش يتشم ينشفوا 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 بلوس مقطع. انا اليوم فيزياء ما قدرتش نتحكم فيها ما قدرتش هي مصبوح ويا قد ما راهي اي تتفادى الكاميرا لانه راهي مصدومه راهي تتفادى عباكم علاش لانه هي حبت تجي تمد الامل والفرحه والابتسامه جات كلها قوه وحماس وجات فرحانه في الطريق وكانت تصور وتشوف لا ناتور وتنفس في الهواء النظيف وقالت لنا نتبع البرنامج ولكن كي جات هنا شافت مظهر واحد اخر ما قدرتش ما قدرتش ما قدرتش ما قدرتش وفي صغير تكتشف الديكو اول مره خويا حول ولا قوه الا بالله. انا نقول لك حاجه عائشه بون هذا لو بوين لازم انا ندير عليه دي بوين من التحت ليميسيون نسطروا عليه بالاحمر ليميسيون تاعك سانسيرمون ايميسيون اللي شوفي تمد الامل ليهم. كاين ناس يقول لك بالك بور لا بو ولا بور لو بوز on ne fait pas pour ça ما نديروش لهذا الشيء يعني شوفي انا اون طونك ناس يعني الحمد لله يعرفوني موفا نخدم مع الجمعيات موفا ننشط معاهم ما يعرفوني في الدومين هذايا كيما قلت لك حالات من حاله والله العظيم انت كاين ناس بك انت تسمعوهم وكاين جمعيات وجمعيات علاه يعيطوا لك ليك انت وعلاش يعيطوا لعيشه باسكو على بالهم بلي عيشه راح تفوت راح تجوز في لاتيلي وكاين ناس وانت درتي حاجه مليحه انك كل خطره تجيبي لهم المشاهير علاش باش هذوك المشاهير عندهم متتبعين يتبعوهم الناس فهمتني رفيقه بيان سور بيان سور بيان سور بين هذا هو لوبجيكتيف او ميم طون هذوك المشاهير يجيو يشوفوا الحالات هذو كاين مشاهير يجي يحبوا يعاونوا هذه هي هذه هي كاين مشاهير اللي يحبوا يعاونوا انت راكي كي شغل انت هذا الانسان راكي تعطي له 3 زونا يدي اجر يدي حسنه ويزيد يعاون كاين كيما هذه صح كيما كي تقولي على المؤثرين خونا عبد الرزاق من خلال الانستغرام تاعو راح تعاوننا باينه ماشي شغل قلت له زع وانا داير كونفيونس في شغل ماشي ولاد شلف انا داير كونفيونس في ولاد الصنام راكي فاهمه صح في ولاد الصنام سمع على بالي باللي صح ما يعاونوك وصح ندير اللي عليا باه يعاونوك اقسم بالله راه محيرني هذا السيد راه عنده ذاك الكوراج ماشي كاع نورمال والله كي راك تهضر هكذا عبد الرزاق يا خويا العزيز الله ينورك ان شاء الله رسالتك للشباب اللي في سنك اللي عندهم هذاك الطيش تاع الشباب وعندهم هوس الحرقه اعطي لهم رساله ديجا هذيك انا قلتها تاع انا سيتها تاع الحرقه ونقلب بيا البوطي وكاع كي راني نشوف في هذه الحاله شغل راني نقول بلي انا جايح اللي سيت نحرق شغل وشغل كون شفت هذه الحاله من قبل شغل كيف راني عايش الحمد لله يا ربي والله غير الحمد لله ألف خطرة الحمد لله يا ربي والله
اللي راه يخمم في هذو الصوالح تاع الحرقه، ولا اللي راه يقول لك راه هو عايش حذا مو حذا بويو وشغل يرقد مليح ياكل مليح. اروح شوف غير هذه الحاله ذا المكان، اروح غير هذه الحاله شوفها، شغل هذو الحالات اللي انا تتبدل بزاف، شغل النظره تاعك هذه لافيو تاعك شغل للدنيا شغل تبدل كاع والله. تشوف هكا ايه صح تقول ما ناكل ما نشرب اقسم بالله على خاطر ما تخممش باش تحرق ولا تقطع روح. انا ما نكذبش عليك في اكتوبر تبع صوالح موش في اكتوبر صح حركت ونقلب بيا البوطي وكامل تما شغل دروك راني حاس روحي جايه شغل راني شايف الحاله تاعك وانت اللي راك كوراج شغل لك محير. انا الحاجه اللي محيرتني كاع دروك في هذه كومبلي تاع النهار كومبلي انت كيف راك كوراج يا خويا عبد الرزاق. انا حنقول لك كلمه تقنية. لازم يكون كوراج. نقول لك علاش لازم يكون كوراج. يكون كوراج عنده مرا عنده ثلاثة دراري كي ما يديش الكوراج لازم بالسيف عليه يدير الكوراج يا رفيقة. هو واش خصو راه شاب بصحته بطوله بكلش علاش تخمم في الحركة. هو قال لك المعيشة اللي عشتها بالنسبة لهادي او عايش لوكس والله عايش لوكس يعني هو هذاك اللوكس اللي كان عايش فيه خمم باش يحرق. حركت شي خممت حركت حول ولا قوه الا بالله. يفرج ربي ان شاء الله يفرج ربي ان شاء الله. واش نديروا خويا درك نحوسوا المدام واش تقرا كيما يقول لك معليش ما نشوفوش الوجه اكبر وجه صار هذا كيفاش والله انا والله شغل قلت لك اني قاطع لي اسمح يا لا 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 ما تقولش هكا مزاك الامل ومزاك اللي يشكر هذاك تخمم هكا اني ربي يفرج ربي ان شاء الله. ما عندنا ما نديرو عايش اختي قسم بالله ما كما يقولوا لا حياة لي من تنادي ما كان والو قسم بالله ما رقدوا لا شتا لا صيف لا وفي الصيف ما رقدش مع عايش وعقارب قسم بالله عملوا نقول كنت انا راقدة حتى نشوف حنش طالع من هادي ما حسيتوش كان لفعة ولا حنش ولا ما على باليش المهم شتو طالع من هادي ما نقدرش نرقد قسم بالله حيت كشغل راني مريضة داروا لي الكراج والله العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا مكان هذا ما نقول عايش اختي ونطلب من الناس محسنين ونطلب من اللي يعاونونا بالشي اللي يقدروا عليه. ماني طالب لا دالة ولا راني طالب زوج شنابر استر ولادي والسقف ما يطيحش عليا وانا راقدة وانا خايفة شوفي من الكترة دخلتني من الناس وراهم يقولوا لنا غدوة كاينة شتا وراني خايفة الناس الله قالوا يا ربي طيح الشتاء وانا راني نقول يا ربي ما طيحش. شوفي الفراش ما هو فراش ما كان والو ما كان والو ما كاش ما كاش في حياتي قسم بالله العلي العظيم ما كاش سبحان الله العظيم ربي وانتم ان شاء الله. اليوم كي جبتوني القضيان هذا والفارينه فرحت بكم الليله ندير العشاء كيما انا كيما الناس يعطيكم الصحه تستاهلوا كل خير. الله يسلمك اختي تستاهلوا كل خير. الله يسلمك. اتوحشتي وقيل طيب انتي في الدار. ايه ايه ملي دخل رمضان ما طيبتش ما كاش تغيرت الرحمة ما كاش ما كاش حول ولا قوة الا بالله. والسحور كيف السحور نوضو لقطو شوية شوية مانيش نسحر انا مانيش نسحر كان والو شربوا الماء ورجعوا نرقدوا خا شربوا الماء ورجعوا نرقدوا هذا ما كان ربي معاك وربي يصبرك والله العظيم قولي نرقدوا ماناش نرقدوا قلت لك نرقدوا بصح ماناش نرقدوا نتكسلوا وخلاص أني نشوف يديك حروم ما كاش ما كاش خلاص ما كاش رانا كيما حروشة تخدمي الحطب واقعي هي. هي. نخدم الحطب نخدم التراب كيما هذا درك نخرجو كاع كيما ما كاش ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دونك واش حابة نديرو اليوم باش نطيبو معاك اليوم ديري اللي تعجبك ديرو كسرة شاعرك حابة تاكلي كسرة نطيبو شوية كسرة معليش نطيبوها في النار ايه يلا تخلي خلينا نضحكوا شويه بصح شوفوا قولوا لي ما شاء الله عليها شحال شابه الله يبارك غير عينيها الله يسلمك الله يسلمك هذا الزين الشلفاوي الله يسلمك وانت ثاني عايشه اختي عندك واحد العينين الله يبارك كي انت كي البنات الله يسلمك ربي ان شاء الله يحلي ايامك امين ان شاء الله بيكم ان شاء الله يفتحها عليك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي غير الايامات الزينه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي قاعد الهم يروح علينا يا رب يا رب تفائلوا خيرا تجدونه
ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يلا احنا مشاهدين نروحوا مع اختي طيبوا الكسره ومن بعد نكملوا ندرتشوا شويه ان شاء الله ان شاء الله